الرقية لأقسام، رقية شرعية جائزة ما فيها إشكال، وذي بتكون بالآيات القرآنية وبالأوراد من السنة الصحيحة وبالأدعية المأثورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اتلدغت عندك حمى وجع بطن أي حاجة، كان أنت كان أهلك كان أولادك كان غير من المسلمين، ترضي نفسك وما في مانع انه زول يرغيك، بس ما يكون حماده والذين هم على شاكلته، لانه ده ما بيرغيك، ده بياكل قروشك نفسه ما بيرغيك، عرفت؟ ترضي نفسك، اقرا الفاتحه، الفاتحه دي من اسمائها الشافيه الراقيه، من اسماء. وجاء حديث ابي سعيد الخدري، النفر الذين كانوا في سفر فوجدوا سيد الحي سليم يعني لذيذ، فرسل واحد منهم باختصار الرواية، رسل واحد منهم مشى قرأ له سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال. فالشغل ده شغل مجرب، سورة الفاتحة دي تكفيك بإذن الله تبارك وتعالى، أقراها. عندك وجع راس أقرأ الفاتحة، عندك وجع بطن أقرأ الفاتحة، عندك وجع كرعين أقرأ الفاتحة قبل ما تمشي الصيدلية وقبل ما تمشي للدكتور، أقرأ واستيقن ان الله عز وجل سيشفيك باذن الله تشفى. الدين ده سهل يا اخواننا، ما الا تركب للازرقاب ولا تركب للشكانيبه ولا تمشي مضوم بان ولا غاره من المحلات، سوره الفاتحه اي دول حافظه من المسلمين. ايه الكرسي كذلك، خواتيم سوره البقره، القران كل القران، المعوذتين وغيره من الايات القرانيه كلها شافية بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك الأحاديث النبوية، تخذ يدك مكان الألم تقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما أجد وأحاذر، سبع مرات إن شاء الله تشفى بإذن الله تبارك وتعالى. الشغل ده سهل أخوانا، سهل، ما تتغشوا بأفعال الصوفية. وده طوالي بسوقنا للنوع الثاني، النوع الممنوع من الرقية، وده اللي بيكون بلا التلاصم والهمهمات الشيطانية والكلمات الما مفهومة، ودي بتلقاه عند القوم ديل. كتابة ظاهر الرياض بتاعتنا عنده قال، وكان الشيخ أحمد الطيب بن البشير رضي الله عنه، هو قال كده، إنما ما بنترضى عنه، هو قال رضي الله عنه، قال كان يكتب لمن به حمى، حمى شقش اثنين، شقموش اثنين، راعي المدخ اثنين، نمو شلخ اثنين، ابا نوخ اثنين، العجل اثنين، الساعة اثنين، دي حمى ساي. طيب لو سرطان اكتب شنو يعني؟ لو سرطان اكتب شنو؟ حمى يا ناس، في من الله خلقك في علاج اسمه شقموش اثنين بتاع حمى؟ ده وين ده؟ امشي صار اي دكتور قول له دكتور اديني حبه شقموش صباح ومساء، امشي صار الدكاتره ده وين ده يا ناس؟ شقموش شقش ابانوخ العجل ده وين ده؟ اثنين اثنين الساعه اثنين، وين الكلام ده؟ فيات طب فيات شرع انه الكلام ده يشفي، لكن ده شغل الصوفيه وده شغل بتاع شياطين، شغل بتاع شياطين، والشغل ده شغالينه ناس حميده، ما يخش يقول لك انا بكتب من القران، كذاب، ما قاعد تكتب من القران، كذاب، ما قاعد تكتب من القران، ولو بتكتب من القران ما بيجوز، حرام، لانه بدعه، النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب من القران ابدا، ولا واحد من الصحابه، ولا ابو الشوك يقول لك ابن عمر كان بيكتب، او ابو هريره او غيره من الصحابه، كلها روايات ما صحيحة، باطلة، ما صحيحة ولا ثابتة الإسناد، فما أغشوك النازل، عرفته؟ ده شغل بتاع سحر وشغل بتاع دجل وشغل بتاع شياطين، ونحن والله ندعو الناس ذيل يتوبوا ويرجعوا إلى الله عز وجل. كان حميدة، كان محمد الإزاري بتاع أمريكا ذاك، كان حامد السماني، ما بعرفه الأيام دي غاطس وين، عرفته؟ يكون غاطس له في جحر، إما في الذهب ولا وين ما تعرفوا. الناس ذا يتوبوا ويرجعوا إلى الله تبارك وتعالى، يتوبوا.
ويرجع إلى الله عز وجل، فإن الله عز وجل سائرهم عن هذا الباطل يوم القيامة. فقال ولكني ارتقيت، طلبت من يرقيني. ذكرنا أنواع الرقية. قال وما حملك على ذلك؟ ودفئوا إن السلف كانوا بيطلبوا الأدلة لا سيما على المسائل اللي بتتعلق بالشريعة. ارتقيت، طلبت ذول يقرأ لك، أيوة عملت كده ليه؟ ما حملك على ذلك؟ قال حديث حدثناه الشعبي، حديث حدثنا به الشعبي وهو كذلك من أئمة التابعين عليه رحمة الله، عامر الشعبي عليه رحمة الله. قال وما حدثكم؟ قال لكم شنو؟ حدثكم بشنو؟ قال حدثنا عن بريدة ابن الحصيب، وده صحابي رضي الله تعالى عنه، أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، لا رقية إلا من عين أو حمى. العلماء قالوا الجملة دي ما فيها حصر، يعني مش الحس مش لا الرقية محصورة في العين أو في الحمى، وحنجي لي معنى العين والحمى، لا ما حصر. لكن زي ما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، الجملة دي فيها كلام محذوف أو مقدر، أي لا رقية أكمل وأفضل إلا من عين أو حمى، مع جواز الرقية من باقي الأمراض زي ما ذكرنا قبل. العين يا أخواننا، العين المعروفة، أي دول بيعرف العين؟ العين مرات بتصدر من إنسان صاحب شر، ومرات بتصدر من ذول حاسد، ومرات بتصدر كده في حاجات ممكن تكون حاجات تافهة بالمناسبة. فكده غير واحد من أهل العلم ذكروا إنه أحيانا العين بتقع من أمور غريبة، زي ما ذكر ابن عبد البر عليه رحمة الله أن رجلا مر برجل، مر بواحد وهو يبول، ذهل ببول، فسمع صوت بوله فأصابه بالعين فسقط مغشيا عليه. صوت البول زي جابوا لك واطة زي ما بنقول. وطبعا احنا هنا اخواننا في السودان بنخاف من العين شديد، خلاص شفتها. ولو في ذول بقى مشهور بالشغله دي الناس بيكبوا منه زوغه. مين يجوه في الشارع يقول لك عمك والله عمك ده يجيبك واطاسي. وتلقى ما عنده اي شيء، انت عندك شنو جاي يجيبك واطا؟ ها؟ المهم فالعين حق يا اخواننا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان العين حق، ان العين حق، ولا ينكر العين الا ضال او جاهل، الا ضال او جاهل، لكن العين حق. واصيب النبي عليه الصلاه والسلام بالعين، ودي قصه طويله المجال ما بيتسع لها. المهم الرقيه كذلك تكون من العين، العين تكون الرقيه من العين، ما تعلق ودع ولا اي حاجه. الليله تلقى اننا في السودان بيعلقوا الشغله دي، شافع يجي يعلقوا لك ليه ودع يا ناس الودة مالكم؟ يقول لك خايفين عليه من العين، وتلقى مخاخيط سائل زول بيطق عين ما في، عرفتها؟ تلقاه معلق له ودع ومعلق له ثاني كم حاجه بالجنبات، شفتها؟ والله تقول ايناي هايس غير هايس، تلقى معلق له كميه من الحاجات، يقول لك خايفين عليه من العين. يا اخي ما تعلق اي شيء، لا ودع لا صدف بتاع بحر، ولا تعلق القرآن، ولا تعلق حجبات، ولا أي حاجة. الرقية من العين، الرقية زي ما ذكرنا قبل من العين. حسن ولدك، النبي عليه الصلاة والسلام كان يحسن الحسين والحسن رضي الله تعالى عنهما، كان بيحسن، ودير سيدا شباب أهل الجنة، كان بيحسن، يقول أعيذكما من كلمات بكلمات الله التامة من كل عين وهامة ومن كل شيطان لام، أو أكون أنا قلبت الرواية. المهم فكان بيحسن النبي عليه الصلاة والسلام، يحسن ولديه الحسن والحسين، ما كان بيعلق عليهم أي حاجة، ما كان في ودع الزمن ذاك، ما في صدف بتاع بحر، ما في جلد ممكن يكتبوا فيه، كل موجود. طيب ليه ما علق النبي عليه الصلاة والسلام مع أنه الأشياء كلها متوفرة؟
عشان تعرف انه ده ما من السنه يا اخوانا. تقلع اي شافع معلقين فيه حاجه قلعوا الحاجات دي طلعوها. يا اخي 9 شهور قاعد في بطن امه بلا اي حاجه يا اخي، امرك بس يطلعوا في الدايات قبل ما يفوت البيت يعلقوا له في الدايات يعلقوا له، لانه العقيده وسخانه، عقيده الوالد او الوالده او الحبوبات او الاجداد عقيده خربه. الشافعي ما مرق من المستشفى يعلقوا له الودع، مع انه اسي كان قبل ساعتين قاعد جوا بدون ودع وربنا طلعوا. الله قال ثم السبيل يسره، ربنا سهل له الطريق مرق عرفته. بعد ده كله تجي تعلق له، ما بيجوز يا اخوانا، لا رقيته الا من عين او حمى، والحمى اللي هي السموم، ذوات السموم الحيه الدابي غيره، زي ما هنا في الروايه دي لا رقيه الا من عين او حمى. قال قد احسن من انتهى الى ما قد سمع، ولكن حدثنا ابن عباس. انا بقيف هنا.